لتطوير برنامج علمي للتأهيل والتدريب سواء على المستوى المحلي أو من خلال برامج تعاون دولي لخدمة هدف تطوير القدرات البشرية المحلية على أعلى مستوى عالمي وفي أقصر وقت ممكن. كما تقوم المملكة بتطوير مركز قومي للأبحاث الذرية متضمناً مفاعل نووي للأبحاث، وذلك استكمالاً لمنظومة تطوير الكوادر البشرية المطلوبة. كما أننا نولي التواصل مع الرأي العام الوطني والشركاء الوطنيين أهمية كبيرة، لذا فقد تم تنفيذ العشرات من ورش العمل والندوات التي كان لها أثر كبير في رسم استراتيجية البرنامج الوطني للطاقة الذرية. سيد الرئيس، يثمر وفد بلادي قيام الوكالة بعقد عدة مؤتمرات دولية عالية المستوى خلال العام الماضي، وقد كان لانعقاد المؤتمر الوزاري حول الأمان النووي في فوكوشيما في شهر ديسمبر 2012، وإتاحة الفرصة لجزء من الوفود بزيارة موقع المحطة والاطلاع على إجراءات إعادة التأهيل أعمق الأثر، وتأكيد العزم على العمل لتطوير الأمان النووي، وذلك للحد بقدر الإمكان من تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. ومع تسليمنا بأن المسؤولية تقع على عاتق الدول، فإننا نؤيد المساعي لإرساء ثقافة أمان عالمية وبنى أساسية رقابية فعالة ومستدامة، وإعداد صكوك قانونية ملزمة ومعايير توجيهية للاستخدامات السلمية النووية والمصادر المشعة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا الصدد. ونتطلع إلى إصدار الوكالة لتقريرها المفصل حول حادث المحطة النووية في فوكوشيما باليابان، لاستخلاص العبر والدروس وتطوير تصاميم وإجراءات الأمان في المفاعلات العاملة والمستقبلية. وحرصاً من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على مواكبة متطلبات الدخول في برنامج للطاقة الذرية، فقد تمت المشاركة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع العام للرابطة العالمية للمشغلين النوويين وانو الذي انعقد في موسكو في مايو الماضي، وتسعى المدينة إلى العضوية الكاملة في هذه الرابطة. وحول الأمان النووي، فإننا نتابع جهود الوكالة في صياغة استراتيجيتها للفترة 2014-2017، آخذين في الاعتبار النتائج التي خرج بها المؤتمر الدولي الذي عقد في شهر يونيو الماضي هنا في فيينا. السيد الرئيس، إن المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من حرصها الدائم على دعم الوكالة قد سددت كامل التزاماتها المالية حيال الميزانية العادية، بالإضافة إلى التبرع الطوعي لعام 2013، وذلك على الرغم من موقفنا المعروف حيال نهج تمويل صندوق التعاون التقني. ونرحب بقرار مجلس المحافظين بإنشاء فريق يعنى بمراجعة تمويل وميزانية الوكالة، ونتطلع للمشاركة الفاعلة للدول الأعضاء. وأما بخصوص الضمانات والتحقق، فمن منطلقي أن الوكالة هي الكيان الدولي الوحيد المخول صلاحية التحقق من امتثال الدول لتعهداتها الرقابية والنهوض بمهام الضمانات لمنع الانتشار في كافة جوانب دورة الوقود النووي. أود أن أعرب عن تأييدنا لمساعي الوكالة من أجل توطيد وتكامل نظام الضمانات للتأكد من سلمية الأنشطة النووية في الدول المعنية، مع التأكيد على أنه لا يجوز أن تقوم الوكالة باتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن تغير من نطاق التحقق بدون أن يكون هناك توصيف شامل لهذه الإجراءات وأن يتم اعتمادها من قبل المؤتمر. سيد الرئيس، إن المملكة كغيرها من معظم دول العالم ملتزمة بمبادئ نزع السلاح النووي لتخليص البشرية من هذا الخطر المحدق بها، وترى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تزال هي المرجعية الدولية الوحيدة التي تشكل التزاما قانونيا على جميع الدول للقضاء على الأسلحة النووية واتخاذ تدابير لمنع انتشارها. ولذلك
فإنه من الضرورة بمكان أن تحاسب جميع الدول الأطراف وأن تتحمل المسؤولية كاملة في الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة. وخلال مؤتمر الدول الأطراف لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في نيويورك في شهر مايو 2010، وخاصة فيما يتعلق منها بتنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط، صدرت عن الوثيقة الختامية للمؤتمر الدعوة لعقد مؤتمر معني بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في عام 2012. وخلال الدورتين الماضيتين للمؤتمر العام للوكالة، امتنعت الدول العربية عن تقديم مشروع قرار القدرات النووية الإسرائيلية، رغبة منها في إعطاء فرصة لإنجاح عقد مؤتمر هلسنكي 2012 وضمان مشاركة كافة دول الشرق الأوسط لهذا المؤتمر، إلا أن تعنت إسرائيل وإصرارها على تغيير الأطر الرئيسية التي اعتمدها مؤتمر المراجعة عام 2010 تسبب في عدم انعقاد المؤتمر في ديسمبر 2012 كما كان مقترحا، ولم تقم الدول الراعية للمؤتمر بتحديد موعد جديد لعقد المؤتمر، ولا توجد أي مؤشرات على تغير موقف إسرائيل للمؤتمر. وعليه فقد قررت الدول العربية إعادة تقديم مشروع قرار القدرات النووية الإسرائيلية للفت انتباه المجتمع الدولي إلى خطر الإرهاب النووي الذي تمثله إسرائيل على أمن واستقرار الشرق الأوسط، ويناشد وفد بلادي كافة الدول الأعضاء.